بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن نصر عباس. ازيك كابتن نصر؟ نورنا. ازيك يا كابتن؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه نادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لنجوم كبار كابتن علاء مهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي ابو الرحمن، والكابتن احمد بلال. اهلا كابتن نصر، اهلا بيك. البدايه مبروك النادي الاهلي على الفوز وعلى الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك لنادي المقص. قبل ما نروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن ونحلل ونقول اسماء لطاقم التحكيم، هتكلم في عنصرين مهمين جدا جدا النهارده للحكام كلها، حكام مصر كلها النهارده. مباراه النهارده فرصه لتعليم الحكام ازاي نقدر نتحرك في الملعب، ازاي نقدر نتوقع، ازاي يبقى عندنا قراءه لعب. بنتكلم الاول، النادي الاهلي النهارده سهل مهمه طاقم التحكيم تماما ورفع الضغوط عن حكم المباراه كابتن اسامه من البدايه. خلي بالك مهمه جدا جدا كابتن بلال، لما النهارده الفرقه بتريح الحكم انت بتتفرغ بقى لايه؟ لحاجه ثانيه خالص. ازاي تقدر تتحرك على الميدان؟ ازاي انك انت تتوقع؟ بتلعب بارتياحيه، ما عندكش ضغوط. صح. الملعب والمساحات واسعه. فالنادي الاهلي النهارده سهل مهمه الحكم محمد معروف. عبد العزيز السيد. انا النهارده بقول لعبد العزيز السيد ما تزعلش مني النهارده عبد العزيز، ولكن مش ليك الكلام لوحدك ولكن لكل حكام مصر. من غير ما اقول النهارده عبد العزيز تبقى انت بتقع في التمركز والتحرك الخاطئ 5 مرات. صح. أكتر من مرة في ملعب مساحات واسعة، النتيجة مريحة، النادي الأهلي مريح الدنيا، ما عندكش مشكلة. يعني أنت متوتر ليه ودايما في مسار اللعب، في مسار اللعب حتى ما عندكش القدرة زي أنك أنت كابتن علاء تخرج من مسار اللعب. كان كابتن أحمد بلال النهارده بيتكلم على مكسوني وبيتكلموا على أن هو قطع زي عنده حس وراح في المكان، ده تحرك. النهارده بنتكلم على الحكم، النهارده مش عبد العزيز بس، هنشوف خلال الحالات. لا، عندنا مشكلة النهارده يا عبد العزيز. يعني أنت حكم كبير، بذل مجهود كبير جدا جدا كابتن احمد، كابتن علاء جري كتير جدا جدا جدا، ولكن التحكيم مش جري بس. يعني لو التحكيم جري هجيب بواحد من العاب القوه هقول تعالى حكم. النهارده التحكيم الحديث، ازاي الحكم النهارده يبقى عنده القراءه، ازاي يتوقع، ازاي يبقى عنده الحس التحكيم انت فين بس من الحالات التحكيميه. نروح لطاقم التحكيم، نلاقي عندنا النهارده عبد العزيز السيد حكم الميدان. خلي بالك اول مباراه النهارده يديرها النادي الاهلي في المساك والدوري العام. عندنا كمان سمير جمال ومعاه شهاب راشد، والحكم الرابع احمد جمال من اسكندريه، كان على تقنيه الفار محمد معروف الدولي ومحمد محمود لطفي. نروح لاول حاله كابتن ايمن، نشوف هنا ستوب. قلنا دايما ما تبقاش انت في مسار اللعب. خلي بالك النهارده دي اتكررت اكتر من مره، يمكن انا مش جايب كل التحركات، ولكن تحكيم ليس جري فقط. فرضك نيجي نشوف النهارده، انت النهارده هرجع تاني انا هنا ازاي يا كابتن؟ يعني انا هنا اولا نقف، انت النهارده مش مواجه للحكم المساعد بتاعك، ثانيا انت في مسار اللعب، ثانيا بتقف تتفرج، انت مش مشاهد، لابد انك انت تحس. عندنا حاجه اسمها ازاي تخرج يا كابتن احمد من التحرك الخاطئ. سريعا تخرج يمين شمال عشان توسع للعيبه اللعب، وما تبقاش انت في مسار اللعب. دي حاله من الحالات الاولى. نشوف الحاله اللي جايه، الحاله ديت نشوفها مهمه جدا جدا. نشوف هنا الركل موجود والخطا بتهور، انذار مفيش فيها فصال، دي كابتن في الميزان عندنا دي انذار. للاسف هو احتسب المخالفه ولم يشهر بطاقه الصفر. نروح للحاله الثانيه، هنا نشوف ثاني حاله من الحالات المهمه، نشوف ثاني بردك نقف. بص هو فين يا كابتن؟ هو فين؟ هو برضك في مسار اللعب. دي حاله تاني حاله. يلا خلينا نمر ونمشي، يلا خلينا نمر ونمشي ونشوف ايه الحاله اللي جايه. نقف. كابتن وانت بتتكلم لعيبه ليه؟ سؤال. هو انا مطلوب مني النهارده ان اللعيب هنا، نرجع اللاعب هنا 14، نقف نشوف الحكم عبد العزيز السيد. بص لا نمشي بقى شويه كده، نمشي كمان، انا عاوز بس الحاله اللي هو بيكلم اللعيب ووقف في مسار اللعب. نقف، ماشي 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 ماشي. هنا اللاعب بيشاور الحكم، لاحظ يا كابتن علاء، نمشي بقى نمشي. الحكم هنا بيكلم اللاعب، خليك معايا، نمشي نمشي، خليك ماشي نمشي. نقف ستوب، صار الكورة ستوب، سبت اللعب خالص. صح، ده مش دورك انك انت تتكلم لاعب يشاور لك، سيب انت خليك في اللعب وركز. وقفت في مسار اللعب، اولا ما شفتش اللعبه جايه منين ورايحه فين. دي حاله من الحالات اللي هي التحرك الخاطئ. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، ستوب. كابتن انت
انت ملاحظ معايا يا كابتن ايمن؟ ايوه ده انا واقف ثابت متجمد مظبوط. لا ده مش تحكيم مظبوط. ما زعلش مني انا بقول الكلام ده كل حكام مصر. لا لجب يعني انا بقول مسؤول لجنه الحكام يجب ان يكون هناك مدرب فني ينزل مع الحكم ميدان اللعب ازاي يعرف يتحرك. ما انا عايز اقول لك حاجه يا كابتن في مساحات في الملعب كابتن انا يعني قلت في البدايه ايه مساحات واسعه والنتيجه سهله ومباراه سهله بالزبط. انت كحكم ابدع وتالق مظبوط وبري نفسك للناس انما النهارده خمس مرات بتقع في تمركز خاطئ انت حكم كبير نقف هنا بس وقف اتفرج متجمد النهارده انا لعيب الاهلي او مقصر انا محتار اروح فين توقف لي ممكن لعيب يخش يعمل معاك مشكله دي حاله من الحالات ايضا اللي هي فيها تمركز خاطئ ولم يستطيع الحكم ان يخرج من التمركز بسريعا نروح للحاله بعد كده هنا حاله من الحالات المهمه طبعا هنا شريف هنا الدخول بتهور والرجل مرفوعه ويستحق البطاقه الصفراء نشوف هنا كمان الاعاده في الحاله محمد شريف بيحاول يلعب الكره ولكن القدم او بتصطدم بالوجه وهنا الانذار للتهور لان ما فيش استرزاق في الوش ودي اقصى درجات التهور في هذه الحاله انذار مستحق الحاله بعد كده هنا سؤال الحاله دي يا كابتن علاء في تسلل لا كابتن انا مش شايف يا كابتن طب تعالى كده اهو لا كان مش شايف زين رجعت ورا لا مفيش تسلل مفيش تسلل لا مفيش تسلل القدم هنا مغطي ده ايوه انا صورت عليه مظبوط القدم مغطيه تعالى بقى نشوف المفاجاه شهاب راشد هو هنا هو خد القرار بتسلل لان في فار انت معايا كابتن احمد؟ اه سمح باستمرار اللعب على اساس ان ممكن اللاعب الاهلي يجيب جون والفار يرجعه هرجع تاني معلش هنا مشى اللعب مع انه كان واقف صح كابتن خليني بس ستوب 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 هو هيرفع امتى يا كابتن؟ انا النهارده بنقول ايه؟ في الفار انت لحظه اللعب خدت القرار بتسلل كابتن علاء اللاعب رجع لملعبه تاني وبيعمل باص هنا الراي تطلع شوف الراي النهارده اتاخرت قد ايه تعال بقى بص النهارده اتنقلت مره واتنين يلا نمشي نمشي في اللعبه ديت مهمه جدا للحكام كلها نمشي دي حاله جديده اوكي لسه رافع ماشي ماشي مش مشكله يلا خلينا نرفع دلوقتي الجديده رافع الوقت بص يا كابتن تاخير كتير جدا جدا كتير جدا أي. يا جماعه يا كابتن شهاب انت خلاص خدت قرار بتسلل اللاعب رجع لملعبه وبيعمل باص تاني خلاص الهجمه ما بقاش فيه هجمه فور ترفع الرايه في وقتها يلا خلينا نروح ل حاله من الحالات المهمه نشوف اديت اتاحه الفرصه في حاله يجب انك انت توقف اللعب فيها هل في بطاقه ولا ما فيش نشوف الحاله في الاعاده شوف يا كابتن هنا الدخول هنا بتهور دي ما فيش فيها فصل فعندنا معيار الدخول بتهور هنا بطاقه صفر طبعا هو لم احتسب الخطا ولم يشهر البطاقه دي يمكن تاني بطاقه عندنا مفقوده في هذه المباراه شوف تاني الدخول بالتهور يلا خلينا نمر سريعا ونشوف هنا مطالبه وهو هنا احتسب ركله جزاء مباشره وهنا ما خدش بالتفاصيل اطلاقا بالظبط هو خد بالشكل ايوه وحظه حلو الفار موجود نشوف الحاله في العاده هل يوجد ركله جزاء لا ولا مفيش افتكر انه لمس هنا الكره تصطدم بالصدر ثم بتخرج وبالتالي هنا الفار هنا محمد معروف بحيي محمد معروف ان هو جابه وشافه ورجع في القرار اخر حاجه تقريبا معانا نشوف نقف 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 جوه الملعب ما عنديش كلام اقوله صح من فضل لجنه الحكام انا بقول ده من قناه خلينا النادي الاهلي مش بنقطع في الحكم ولا احنا النهارده بنقول الكلام ده لكل حكام مصر يا جماعه نزلوا معد فني مع الحكام داخل ميدان اللعب النهارده حكم كبير في مباراه سهله اخطاء كتيره في التحرك والتمركز ودي مشكله كبيره صحيح. جدا لا كويس ان حضرتك ما قطعتش فينا نتمنى يا فندم كويس انك ما قطعتش فينا لا انا بقول والله يا كابتن ايمن انا ببقى حزين جدا لان انا كنت مدرب دي حماس فني حماس ولا ايه كنت مسؤول فني كبير وكنت بنزل كابتن بلال مع الحكام في الملعب وازاي نعرف نتحرك النهارده لا الكلام ده طبعا غير مقبول سؤال هو ده حماس ولا كابتن هو لا هو عنده لياقه بدنيه جدا هو عاوز يثبت حاجه ايه ان انا عندي لياقه بدنيه ماشي انا معاك بس لياقه بدنيه لابد ان يبقى معاها تحرك وتوقع وقراءه صحيح بس اخر حاجه بس نتكلم على رضوان جيد ودي اخر حاجه بنختم بيها بقول ان رضوان جيد من الحكام الكويسين خلي بالك كابتن ايمن كابتن علاء ان اللعيبه بتشعر بالارتياح النفسي لما تشوف هذا الحكم فالنهارده هنا فرصه ان شاء الله باذن الله بإذن النهارده في المباراه القادمه عندنا حكم جيد
عندنا حكم بيحمل اللعيبه كويس قوي قوي. اه مفيش فار، بس الحمد لله ان هو عنده امكانيات كويسه جدا بدنيه وفنيه. مزبوط. نقدر النهارده من خلالها نتخطي العقبه اللي جايه. بيقول ان شاء الله باذن الله مفروض للنادي الاهلي مقدما، وبالتوفيق ان شاء الله في كل المباريات القادمه كابتن ايمن، وحظ ان شاء الله اوفر باذن الله في المباراه القادمه باذن الله. شكرا جزيلا كابتننا الكبير كابتن نصر عباس، امتعتنا كالعاده كابتن. شكرا كابتن، الله يخليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومصر المقصه في الجوله العاشره لمباراه الدوري المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 4-0 وتصدره مره اخرى لجدول المسابقه. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب في النهايه اشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن علاء ميهوب الف شكرا كابتن، شرفتنا وامتعتنا. شكرا. كابتن احمد بلال الف شكرا كابتن، امتعتنا وشرفتنا. الله يخليك كابتن. كابتن اسامه عربي الف شكرا كابتن، امتعتنا. شكرا الله يخليك. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا كابتن، امتعتنا. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.